بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. معاكم الدكتور عادل طه، أخصائي طب الأطفال وحديث الولادة في عيادة ميدكير الشارقة في التعاون. اليوم هحدثكم عن موضوع مهم كتير، وهو التطعيمات في الأطفال، وهذه الموضوع بيهم كل أسرة فيها الأطفال، وهشرح أهمية التطعيمات اللي بتأخذ في هذا العمر. وهنا في دولة الإمارات في عندنا في الجدول التحصين الوطني اللي بيتم تحديثه سنويا ودوريا لإلغاء أو إضافة بعض التطعيمات كل مرة. وبداية هشرح لكم إيه هي أو أنواع التطعيمات. أنواع التطعيمات في عندنا تطعيمات رئيسية، وهذه بتكون إجبارية، وهناك تطعيمات إضافية وهذه بتكون اختيارية. لو مسكنا التطعيمات الرئيسية في عمر الطفل، من بداية الولادة، من عند الولادة بيتم تطعيمه بتطعيم الدرن، وهذه تكون إبرة بتتاخد في الكتف الشمال. الكتف الشمال بتكون بتسوي ندبة، وهذه بتكون موجودة أثرها إلى نهاية العمر. ولكن عامة احنا في الشهر الثاني والشهر الرابع والشهر السادس هناك بعض التطعيمات اللي هي نفس الشيء بنعطي عند عمر الطفل لما يوصل شهرين او شهر او عمر شهر 4 او عمر 6 شهور. هذه التطعيمات في عندنا بنعطي له الطعم السداسي، وفي طعم المكورات الرئويه، وهناك تطعيم الروتا. وهذه التطعيمات بتكرر بعد عند شهرين وعند 4 وعند 6. ما هو الطعم السداسي؟ الطعم السداسي هو عبارة عن 6 تطعيمات داخل إبرة واحدة بياخدها الطفل. الطعم السداسي بيحتوي على البكتيري، اللقاح البكتيري الثلاثي البكتيري، اللي هو بيحتوي على ديفتيريا والتيتانوس والسعال الديكي. وبالإضافة إلى الثلاثة دول في عندنا تطعيم اللي هو التهاب الكبدي، وفي عندنا تطعيم المستديمة النزلية، وتطعيم شلل الأطفال. وهذه كله بيكون داخل إبرة واحدة. هناك تطعيم المكورات الرئوية، بيتاخد برضو إبرة في العضل، وتطعيم الروتا اللي هو عبارة عن نقاط بياخدها الطفل في فمه. لما بيبدأ الطفل من ينتهي من شهر 6 يوصل لعمر سنة، في تطعيمات أخرى بيتم تطعيمها للطفل عند عمر سنة، وهو اللقاح الفيروسي الثلاثي اللي هو بيحتوي على MMR، وهو الحصبة والحصبة الألمانية والنكاف. بالإضافة هذه إبرة واحدة. الإبرة الثانية عبارة عن تطعيم الجديري، تطعيم الجديري المائي. هذول التطعيمين بيتاخدوا تحت الجلد وليس في العضل. بالإضافة إلى إن هم بيتاخدوا عند سنة، بيجي الطفل عند عمر سنة وثلاث شهور بيكون في تطعيم نشط أو جرعة منشطة لتطعيم المكورات الرئوية. ولما يوصل الطفل عند عمر سنة ونص بيجي تطعيمات جرعات منشطة اللي هو الطعم بنسميه الطعم الخماسي، وبيحتوي على الثلاثي البكتيري ومعاه شلل الأطفال والمستديمة النزلية. بالإضافة إلى اللي هو MMR، ويعتبر الثلاثي الفيروسي اللي هو الحصبة والحصبة الألمانية. عند سنة ونص بينتهي تطعيمات الطفل في هذه المرحلة. بعد كده من سنة ونص، أول ما الطفل يخلص سنة ونص يكون انتهت هذه التطعيمات، بيجي عند عمر الفئة العمرية عند سن المدرسة من أول 5 لـ6 سنين بيبدأ ياخد التطعيم المنشط، وهي عبارة عن الطعم الرباعي، وهو بيشمل بالإضافة إلى الطعم الثلاثي البكتيري هناك تطعيم شلل الأطفال، بالإضافة إلى الجرعة الثانية من الجديري المائي اللي بيتاخد تحت الجلد. يبقى كده الطفل خلص تطعيماته الرئيسية. عامة هذه التطعيمات مهمة جدا لإعطاء الطفل وقاية من هذه الأمراض اللي أنا ذكرتها. ولكن هناك أيضا بعض التطعيمات الإضافية، وهي تعتبر تطعيمات اختيارية بتعتمد على الظروف المحيطة بالطفل. مثلا في عندنا تطعيم الانفلونزا، وهذا التطعيم بيتاخد عند من بعد عمر 6 شهور، ممكن الطفل
يلقح بتطعيم الانفلونزا. تطعيم الانفلونزا في عندنا نوعين في الماركت، اللي هو ثلاثي اللي هو التراي، والرباعي اللي هو التترا. هذا التطعيم بيدي مناعة فقط ضد مرض الانفلونزا. ضد مرض الانفلونزا، هذا المرض بيكون خطير جدا وشديد، اعراضه بتكون شديدة على الطفل. فبالتالي احنا بنحاول نحمي الطفل في بداية كل موسم شتوي، عشان كده بنقول هذا التطعيم هو تطعيم موسمي بيتغير كل سنة، لان هناك التطعيمات الانفلونزا بتاع العام الماضي بتختلف عن هذا العام نتيجة تمحور الفيروس نفسه. فبالتالي بيتغير التطعيم نفسه بيتغير بناء على تغير الفيروس. عندنا الرباعي أو ضد، بيحمي ضد أنهي مرض؟ بيحمي ضد مرض اللي هو إنفلونزا تايب A وتايب B، وبيحمي أيضا ضد الـ H1N1، وبيحمي أيضا ضد الـ H3N2. هذول الأربع تطعيمات اللي هو هذول التطعيم اللي بيحمي ضد الأربع أنواع من الإنفلونزا. هناك أيضا تطعيم اختياري زي التهاب السحائي. هذا التهاب السحائي، قبل ما أدخل على التهاب السحائي لازم أكمل بالنسبة لموضوع الإنفلونزا. إن عندنا فئات أكثر عرضة لهذا التطعيم مثل الأطفال أقل من 5 سنين، هدول أكثر عرضة، مثل الأطفال اللي مرضى عندهم أمراض مزمنة زي أمراض الربو أو حساسية الصدر أو أمراض الرئة أو أمراض القلب، هدول أكثر عرضة للإصابة بفيروس الإنفلونزا. تاني شيء اللي هم الكبار السن والحوامل، بالإضافة إلى مقدمي الرعاية الصحية، دول أهم شيء إن هم ياخدوا، لأن هم يعتبروا هاي ريسك بالنسبة للإنفلونزا. طيب ما هو إيه هي الموانع اللي بنقدر إن إحنا نحددها إن الشخص أو الطفل ده ما ياخدش تطعيم الإنفلونزا؟ أول حاجة لو كان عنده حساسية من البيض. تاني شيء لو كان عنده ارتفاع في درجة الحرارة أثناء وقت التطعيم، أو كان عنده حساسية من الفيروس نفسه، فيروس الإنفلونزا في الأعوام السابقة. وبالنسبة لهذا الطفل لابد ان احنا نأجل تطعيمه او نمنع تطعيم الانفلونزا. تاني شيء بالنسبة للمناعة بتاع الانفلونزا، هي فقط مناعة ضد مرض الانفلونزا وليس ضد فيروسات نزلات البرد. يعني ممكن الطفل ياخد تطعيمه وبرضه واحيانا يصاب بنزلات برد بس نتيجة فيروس اخر وليس فيروس الانفلونزا. تاني شيء بالنسبة للتطعيمات الاختيارية اللي المفروض الام تهتم بيها، ودي بتكون تطعيمات إضافية وليست رئيسية، زي الالتهاب السحائي. مرض الالتهاب السحائي خطير، ولكن هو الحمد لله مش كتير موجود، في حالات موجودة داخل الدولة. فبالتالي احنا بننصح الأهل اللي هم بيسافروا برا خارج الدولة ان هم ياخدوا هذا التطعيم. لو الطفل كان أقل من سنة، من سنتين، من 9 شهور لسنتين، بياخد جرعتين من تطعيم التهاب السحائي، جرعة وبعد 3 شهور بياخد الجرعة الثانية، بينهم 3 شهور. ولكن لو الطفل أكثر من عمر سنتين بياخد جرعة واحدة فقط من تطعيم الالتهاب السحائي، وبيتكرر، ممكن يتكرر هذا التطعيم كل سنتين. لو كان مسافر إلى الحج أو العمرة أو في بعض الدول اللي فيها إصابات كتير من التهاب السحائي. هناك أيضا تطعيم اختياري آخر وهو التهاب الكبدي ألف، النوع ألف، وهذا مش موجود في التطعيمات الرئيسية، بس لكن لو الطفل احنا حاسين انه هو معرض للإصابة بتلوث في الأكل أو تلوث في المياه أو أي هذا من القبيل، لابد من التطعيم ضد التهاب الكبدي ألف. وهذا بيتاخد على شكل جرعتين من عمد عمر سنة، وبينهم هذه الجرعتين بيكون بينهم سنة، ما بين 6 شهور إلى سنة بياخد جرعتين لالتهاب الكبدي ألف. آخر تطعيم اللي احنا بيكون اختياري وهو تطعيمات اللي هو التيفود، برضو نفس الالتهاب الكبدي ألف. التيفود بيتاخد عند عمر سنتين وبيتاخد جرعتين فقط لا غير، وحماية للطفل من بعض التلوث أو في بعض المناطق الملوثة، فبالتالي بنقدر نحميه. آخر تطعيم في اللي هو التهاب الورم الحميدي اللي هو يعتبر بيصيب البنات، فبالتالي احنا بنصيب بندي للبنات في هذا العمر من سن 11 إلى سن 26 بيكونوا عرضة للإصابة بهذا المرض، فبالتالي احنا بنعطيهم على شكل 3 جرعات عند زيرو تايم، وبعد عمر وبعد شهر وبعد 6 شهور. فأنا بتكلم دلوقتي على التطعيمات وأهميتها، وليها أهمية كبيرة بحيث إن احنا
نهتم بأطفالنا ونحميهم من كثير من الأمراض، لأن التطعيمات هي من نعم الله علينا وحمت كثير من الناس، أو بدأ يتم استئصال كثير من الأمراض اللي هي الخطيرة مثل الدفتيريا ومرض الشلل الأطفال من العالم تقريبا. فالحمد لله على نعمته. وبداية إن أنا أحب إن أنا أقدم زميلي أنس إن هو يعرض أي استفسارات معروضة من طرفكم. شكرا جزيلا دكتور على التوبيك. طبعا في حدا كان عم بيسألنا إنه عن شو عم نتكلم. إحنا نتكلم مع الدكتور هون الدكتور عادل عن الفاكسينز، عن تطعيمات للأطفال. في سؤال تاني جانا دكتور إنه is had a transmission, is it's in Arabic. The transmission today is with Dr. Adel, it's in Arabic, yes, but if you have any questions you can ask them in English. I can read them for the doctor, and it's about the vaccines for kids, so please feel free to ask any question in English. طيب دكتور، هلا من الأسئلة اللي اجتنا حاليا انه ما هي التطعيمات الاختيارية للأطفال وما هي درجة أهميتها، وفي حال عدم إعطائها هل يوجد مخاطر؟ بالضبط. هو في تطعيمات اختيارية، احنا بنشوف الظروف المحيطة بالطفل، لو كان الطفل معرض لها فبالتالي بننصح الام او بننصح الاهل ان هو الطفل ياخد التطعيم. اول هذه التطعيمات هو تطعيم الانفلونزا، وهذا الموسم بتاع الشتاء لابد من تطعيم اقل في بداية الشتاء وليكن في شهر سبتمبر، لان على بال ما التطعيم بيتعطى للطفل بياخد وقت على بال ما يدي المناعة للطفل على الأقل أسبوعين أو ثلاث أسابيع. فده رقم واحد هو تطعيم الإنفلونزا، ده تطعيم اختياري. رقم اثنين تطعيم الالتهاب السحائي، يعتبر تطعيم اختياري ولكن تبع ظروف الطفل. لو هو مسافر برا في دولة فيها إصابات أو مسافر للحج والعمرة ممكن يأخذ هذا التطعيم. وفي تطعيم الالتهاب الكبدي ألف وتطعيم التيفود. نعم دكتور، ممكن تحدد لنا بس بالضبط شو هو الأعمار المفروض الواحد يبلش ياخد تطعيمات فيها؟ أولا الأعمار بالنسبة لسن الطفولة، في عندنا فئتين عمريتين. أول فئة عمرية من عند الولادة لحد سنة ونص، هذه فئة عمرية لابد يكمل جدول تطعيمات رئيسية وبتكون هذه إجبارية. وبعدين عند سن المدرسة، عند سن دخول المدرسة من 5 سنين لست سنين، هناك بعض التطعيمات بتعطى داخل المدرسة أحيانا وبتعطى جرعات منشطة للتطعيمات السابقة اللي تحصل عليها الطفل وهو صغير. هذه هي المواعيد الرئيسية للتطعيمات. يعني احنا دكتور عم نحاول نقول هون انه هلا الولد من اول ما يجي طبعا على الدنيا انه يكون انفنت، من اول ما يكون انفنت لغاية السنة ونص في عندك تطعيمات اجبارية. اجبارية كاملة، لازم ياخدهم في نفس المواعيد. ولو فرضا حصل تأخر لظروف معينة ان كان الطفل مريض وقتها، لابد ان هو يكمل التطعيم ولا ما يبدأ من نقطة النهاية، ولكن وما يبدأش من بداية التطعيمات. يعني هو اوريدي خد تطعيمات معينة وبعدين جه مرض وبعدين باقي التطعيمات، ممكن يكملها عادي حتى لو سنه وصل اكتر من سنة ونص. طيب دكتور، متى يتم البدء بإعطاء تطعيمات ولقاحات للأطفال الخدج؟ اولا احنا بنتعامل مع الطفل الخدج او الطفل المبتسر، اللي هم الطفل الخدج يعتبر تعريفه اقل من 37 اسبوع. احنا بنتعامل معاه بناء على العمر الزمني للطفل، بمعنى ان هو زيه زي الطفل العادي. بنحسب من تاريخ ولادته بحيث ان هو عند الولادة مباشرة بياخد زي التطعيمات الأساسية بتاع الطفل العادي، وعند شهرين وعند 4 وعند 6، يعني بمعنى ان هو لا يوجد فرق في التطعيمات بين الطفل الخدج والطفل الطبيعي. نعم. طيب دكتور، إجانا سؤال بالإنجليزي هون، بقول لك if a vaccination is given late to children after 4 years old, is there any side effects or shall we cancel it? Don't give it, it's late. No, vaccination is mandatory. Whatever the time, you have to continue the previous vaccine. There is no any side effect. There is no any complication if the child was big or old than the due time. So any vaccine should be given, whatever, there is no any complication. So even if it's late, they should... Even if it's late, there is no any side effect. But doctor, just a quick question about this. So in case that I didn't give my child a vaccine for flu vaccine. Yes. And...
the season passed away. So for next year, I will give him, that's fine? Or yes, it's not every year. After that? No, it is mandatory every year, but it should be, if the child not taken before, he should take 2 doses of the flu vaccine. To protect him from The previous infection. هو هذا السؤال أنا دكتور ما بعرف إذا بتقدر كتير تساعدنا فيه. أنا فهمت تقدر تعطينا كيف تفسير كيف بيساعد اللقاح بالضبط إنه كيف بيحمي البني آدم أو الأطفال؟ ليش الناس بياخدوه أصلاً؟ يعني شو الفائدة؟ إن ليش اللقاح هو لما بناخده إحنا عارفين إنه ممكن ما يصير معنا إنفلونزا أو whatever. اللقاح عامة هو دوره إن هو عبارة عن فيروس أو عبارة عن ميكروب ضعيف بيحقن في الجسم بيؤدي إلى تحفيز الجهاز المناعي للإنسان بحيث إن هو هذا الجهاز المناعي بيخلق أجسام مضادة داخل الجسم ويتعرف على أي ميكروب داخل الجسم اللي هو نفس التطعيم يتعرف عليه فيما بعد. هذا هو. بس لابد ان انا اذكر شيء هنا ان اصلا التطعيمات هذه ما بتعطي 100% مناعه ضد اي ضد المرض اللي هو متاخد. يعني بمعنى ان بعض التطعيمات بتعطي مناعه 90%، بعض التطعيمات بتعطي مناعه 70-80%. عشان كده ممكن نلاقي بعض الاطفال عندهم مهما مع انه خد تطعيم في وقت سابق ولكن بيصاب بالمرض، بس الاصابه في هذه الحاله بتكون ضعيفه ونادره جدا وبتكون بسيطه، وحتى المضاعفات بتكون بسيطه جدا وما فيش فيها اي مشكله. هذا السؤال كان جاييني دكتور، انه هل التطعيمات نفسها تمنع المرض نهائيا؟ لا تمنع المرض نهائيا. يعني هي بتعطي مناعه حوالي، في بعض التطعيمات بتعطي مناعه 99%، في بعض التطعيمات بتعطي مناعه 90%، في بعض التطعيمات بتعطي مناعه 85%. فبالتالي هناك فرصه بس بتكون نادره جدا ان يصاب الطفل بهذا المرض، ولكن حتى في حالة ان هو خد التطعيم وتم اصابته بهذا المرض بتكون اصابة بسيطة جدا وبتكون ليس لها اعراض شديدة وليس لها مضاعفات شديدة. طيب دكتور، وكم تستمر فعالية التطعيمات بالعادة؟ التطعيمات لابد عشان تستمر فعاليتها الى ما لا نهاية لابد من اخذ الجرعات المنشطة لها. بمعنى ان هو الطفل خد عند عمر شهرين لابد ياخد عند 4 وعند 6 وعند سنة وعند سنة ونص. كل هذه تعتبر تكرار للجرعات السابقة ولكن منشطة، بحيث ان الطفل في هذه الحالة بتدي مناعة الى فترة طويلة جدا من العمر، بتساعد انه مش نطول المدة. تمام. طيب دكتور، اجاني هلا واحد مس بقول لك هل بامكاني اخذ طفلي لموعد التطعيم اذا كان مريضا؟ لا، في حالة المرض بيختلف، لازم الدكتور هو اللي يقرر. بالنسبة للطفل المريض بيختلف. اول حاجة اللي تمنع المرض، اللي بتمنع التطعيم اثناء المرض، هو الحرارة. اهم حاجة لو المرض فيه حرارة او في عند الطفل اسهال او ترجيع، لان في تطعيمات بتاخد بالفم وفي ممكن يكون مصاب بفيروس او مصاب ببكتيريا، فبالتالي بنأجل تطعيمه لحد لما يشفى الطفل. ولكن لو كان المرض بسيط، يعني نزلة برد عادية، زكام او كحة بسيطة، هذه اعراض بسيطة ممكن الطفل نوديه للتطعيم، وده بناء على استشارة الطبيب. طيب دكتور، شو هي الأمراض اللي ممكن نحمي أو الأطفال منها عن طريق التطعيمات؟ شو هي الأشياء؟ أولاً الأمراض الخطيرة تم منعها تماماً، زي الدفتيريا وشلل الأطفال في كتير من الدول ومنها دولة الإمارات. وهناك بعض الأمراض الأخرى اللي هي ما زالت برضو موجودة بس بنسب بسيطة، مثل عندنا الأمراض اللي هي بيتم حمايتنا منها من التطعيم، هي زي الحصبة والحصبة الألماني والنكاف والتيتانوس وشلل الأطفال واللي هو التهاب الرئوي ومرض الإسهال نتيجة الروتا فيروس، هذه كلها والجدير المائي، هذه كلها الأمراض بيتم منعها بصفة كبيرة جدا، حوالي 90% بنمنعها عن الأطفال في المجتمع، وبالتالي المجتمع بيكون محمي من هذه الأمراض اللي احنا ذكرناها من في هذا اللقاء. الحصبة واحدة منهم. الحصبة والحصبة الألماني بيتم منعها بناء على ان الطفل خلص تطعيماته كاملة لتطعيم الحصبة. بس دكتور مش عارف، انا هذا السؤال اجى ببالي هلا. تفضل. الحصبة مش هي مرات حتى لو بتطعم بقول لك انه مرات تيجي الجدري يمكن، ولا حصبة هاي نفس؟ والله ممكن الطفل زي ما ذكرت ان التطعيم ممكن يدي مناعة 90%، فممكن 10% من الاطفال يجي لهم
هذه مثلا لو كان واخد تطعيم الحصبة ممكن يجي له مرض الحصبة بس بنسبة بتكون بسيطة عشان كده. لكن 90% ما بيجلهمش ايه الحصبة. احنا ما شفناش حالات حصبة كتير في هذه الفترات اللي سابقة، فبالتالي بتدي مناعة. الجديري ممكن يحصل حتى لو خد التطعيم، لان الجديري بيدي حوالي 85%، التطعيم الجديري بيدي 85% مناعة، فبالتالي ممكن نسبة 15% يحصل لهم هذا المرض. بس لما بيجي هذا المرض بتلاقي حبة او حبتين من الراشز بتاع الجديري موجودة في الجسم، وليس بطريقة شديدة على الجسم كله وعلى الوجه، فبتكون أعراض بسيطة جدا جدا ولا ما بتخوفش. ما بتحتاج انه مثلا يقعد بالبيت وقتها او شيء؟ لا، احنا 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 في هذه الحاله لما تكون اعراض بسيطه خالص ممكن يروح المدرسه عادي وما فيش اي مشكله، طالما ما فيش اي حراره خلاص. طيب اوكي دكتور، هل التطعيمات سيف للناس ذو الأطفال؟ لا، في بعض الناس اولا في بعض الايه يعني بعض الموانع ان احنا نعطيها. لابد ان بعض الناس اللي عندهم حساسيه يعني خد تطعيم وعنده تحسس منه في الجرعه الثانيه ما ياخدهاش، لابد ان احنا نمنع ان ياخد تطعيم اذا كان عنده هيستوري قديم ان هو خد تطعيم وحصل له نوع من الحساسيه. ده رقم واحد. بالنسبه رقم اتنين، في بعض الاطفال اللي هم عندهم نقص في المناعه، نقص في المناعة لابد من اختيار تطعيمات معينة ما تكونش حية ونعطيها للطفل، لأن نقص المناعة اللي هو الوراثي أحيانا الطفل بيكون عنده الأجسام المضادة لا تخلق، فبالتالي احنا بنخاف نديله التطعيمات، بعض التطعيمات الخاصة، ودي بيكون بالاتفاق مع الطبيب بتاع هذا الطفل. هذه تعتبر موانع رئيسية ان احنا نمنعها، نمنع ندي التطعيمات. طيب دكتور، من خلال حديثنا بس برضو إجاني سؤال أعتقد حكيناها كتير بس يمكن ما شرحناها ممكن بطريقة نعفوة. هل في سايد إفكتس كتيرة أو جوانب سلبية بعد التطعيمات؟ يعني إذا واحد أخذ تطعيم الإنفلونزا على الأغلب مرات برجع من الأطفال كتير بتطلع عنه الحرارة يوم. صحيح. ممكن تطعيمات تانية تسوي إسهال ممكن. صحيح. في بعض المضاعفات بتحصل من التطعيمات. ممكن بعض الأطفال يجي لها حرارة وتكون حرارة بسيطة، ويكون بعض الأطفال بيجي لها ورم في مكان الحقن بتاع التطعيم أو ألم مكان التطعيم أو ترجيع. هذه كلها أعراض بتستمر لمدة يوم أو يومين بعد التطعيم، ولكن بتنتهي تماما في خلال يومين. الحرارة أو الورم اللي موجود في مكان الحقن أو نتيجة لما يكون في ألم شديد والطفل بيبكي فترة طويلة، أحيانا هذه الأعراض بتبقى بس مع الطفل لمدة يوم أو يومين وبعدين خلاص بتنتهي تماما، ما فيش أي مشكلة. هذه هي الأعراض الخاصة اللي بتظهر بعد بعض التطعيمات لما بياخدها الطفل. هاي كبعض يعني واحد ما يخاف مثلا؟ لا، ما فيش أي خوف خالص من أي تطعيم طالما إن ما فيش هيستوري قديم إن هو ما جالوش حساسية من هذا التطعيم. طيب دكتور، هلا في سؤال جاني عن جهاز المناعة على الطفل. هلا شو بيصير اذا احنا ما قوينا جهاز المناعه على الطفل؟ بقول لك هون اذا لما اقوي جهاز المناعه على الطفل ما شو ممكن يصير؟ اولا الطفل لو جهاز المناعه ضعيف هيتم اصابته بالامراض، يعني لما بيروح المدرسه او لما يكون في مجتمع محيط به وفي حد مريض هيصاب بسرعه جدا بالمرض. فبالتالي هي الحمايه بتيجي من التطعيم، يعني التطعيمات بتعطي له او بترفع من جهازه المناعي بحيث لما الطفل يروح المدرسه او في اي مجتمع في زحمه او في حواليه ناس كتير ممكن يتم وقايه الطفل هذا من الامراض اللي هو تم التطعيمات منها. فبالتالي ان نقص المناعه ده بيؤدي الى اصابه الطفل بالامراض اثناء حياته في اثناء سن الطفوله. يعني دكتور احنا هلا كمان يعني الفاكسينز بتقوي مناعه الاطفال؟ الفاكسين بتقوي مناعه الطفل، ده رقم واحد في جهاز المناعه، ان هو بيحفز الجهاز المناعي وبيخلق اجسام مضاده داخل الجسم بحيث ان هي لو الطفل تعرض لهذا المرض، بمعنى لو تعرض للحصبه او تتعرض للجدري وهو واخد تطعيم بيمنع حدوث هذا المرض، لان اجسامه المضاده اللي اتكونت في نتيجه تحفيز جهازه المناعي بيبدا ان هو يقدر يسيطر على هذا المرض وبالتالي لا يصاب هذا الطفل بالمرض. طيب فهمت عليك. طيب دكتور، حدا بسالنا سؤال هون ممكن يكون خارج نص، بقول لك انا عندي ابن صغير عمره 3 سنين حيدخل حضانه قريبا، شو بتقدر تنصحنا في موضوع انه قبل ما يروح حضانه ياخذ فاكسين مراعي الدكتور؟ يعني هو لابد ان هو يجيب دفتر التطعيمات اللي الطفل خدها
والدكتور يبدأ يراجع هذا دفتر التطعيمات، هل في نواقص الطفل ما خدها او في اتاخر عنها، بحيث لان عمر 3 سنين معناه ان هو عدى السنه ونص خلاص، يعني المفروض يكون اخذ كل التطعيمات اثناء هذه المرحله العمريه من 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 زيرو لسنه ونص. لو هو عن 3 سنين والاب مش عارف هل هو خد التطعيمات كامله ولا لا، ممكن يجيب دفتر التطعيمات اللي خرج بيه من المستشفى ويبدا ان هو يزور اي طبيب اطفال ويبدا يشوف التطعيمات هل هي اخذها كامله ولا ناقص. في حاله لو كان في نقص في اي تطعيم لابد ان الطفل قبل ما يروح الحضانه او قبل ما يروح المدرسه ياخذ هذه التطعيمات الناقصه اللي هي سقطت عنه. لا بس دكتور سؤال، لو اخذت برضه من التطعيمات مثل ما قلنا بالحضانه، يعني كثير اولادنا احز عليهم انه بمرضوا بالحضانه بسبب الهايجين بسبب صحيح دي امراض تانية ملهاش علاقه بالتطعيمات، لان انت عارف في الجو عامه في فيروسات كتير، في نزلات برد كتير، وفي فيروسات بتسبب التهابات تانية، يعني التهاب الحلق، التهاب اللوز، التهاب الاذن، هذه كلها ممكن الطفل يتعرض للميكروب نفسه داخل الحضانه وداخل المدرسه ويمرض منه، لان هذه ما لها التطعيمات. احنا بندي التطعيمات للامراض الخطيره فقط اللي هي بتسبب يعني بيسبب مشاكل صحية للطفل، لكن هناك بعض الأمراض الخفيفة اللي ممكن طفل يتعرض لها داخل مدرسة وداخل الحضانة دي ما بتكونش لها تطعيمات، فبالتالي ممكن الطفل يمرض في الحضانة أو في المدرسة ببعض الأمراض الخفيفة زي نزلات البرد أو الكحة أو التهاب الأذن أو هذه كلها ما لها أي تطعيم. بس إحنا بنرفع مناعة الطفل بحاجات تانية، لابد إن الطفل التغذية السليمة مهمة، يعني بعد التطعيمات طبعا رقم واحد عشان نمنع الأمراض الخطيرة، رقم اثنين التغذية السليمة للطفل، بحيث ان التغذيه السليمه هي بتخلق عنده جهاز مناعي قوي. ثالث شيء بيكون النوم الجيد للطفل ولعب الرياضه، كل هذه الاشياء بتساعد على نمو الطفل نفسيا وجسمانيا وفي نفس الوقت مناعيا. طيب ممتاز دكتور، هيك كثير انفورميشن كانت كثير مفيده، خلصنا من الاسئله ما عندي اي شيء. شكرا كثير. شكرا كثير، شكرا كثير، ان شاء الله يكون استفدتوا من هذا اللقاء، وان شاء الله اي استفسار انا موجود تحت امركم. معاكم الدكتور عادل اخصائي الاطفال وحديث الولاده بعياده ميد كير الطبيه في الشارقه في التعاون.